خلونا ناخذ المقطع جاهز الشباب، يلا عطنا اياه. مرضاكم بالصدقة، تصدق بنية شباب مريضكم. الشيء الثاني، حالياً حنا في وقت الصدقة الجارية بالبلد الحرام. أسأل الله العلي العظيم أن يشافي مريضكم ويعافيه ويلبسه ثوب العافية إن شاء الله ويديم عليه الصحة. غير كذا الوقف هذا يعني كاف الأيتام، علاج المرضى، تسوهل الأيتام. فأسأل الله أن يشافيه ويعافيه يا رب العالمين، ومن مبدأ داو مرضاكم بالصدقة. لا تعلق الحين، أعطونا المقطع الثاني ملخص سفارة سيف لأن الوقت مرة أنت داهمنا، ثم بعدين بأخذ تعليقك مرة واحدة. ملخص سفارة سيف يا شباب. سيف تضرع سفارة كامل عن وقف الصدقة الجارية بالبلد الحرام. سهل 150 كما ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنا وكاف اليتيم كهاتين، وما نقص مال من صدقة. باقي الخير من بغى يتصدق بهالوقف هذا عن طريق الابلكيشن والتطبيق الراجحي. الشيء الثاني للي ما يستطيع عليه بالنشر، وقف الصدقة الجارية بالبلد الحرام، صدق وبادر يا من تشاهدنا في هذا اليوم. تطفئ غضب الرب، ما نقص مال من صدقه وتدفع البلاء. بذكركم وذكر نفسي، وقف الصدقه بالبلد الحرام. اتمنى من يشاهدنا من الحاضرين المبادره صدق في هذا. اسال الله العلي العظيم ان يرزقه من حيث لا يحتسب، رب العالمين والدال على خير كفاعله. يمكن انا في ذا المكان ذا اكون سبب على من يشاهدنا. تصدقوا لعل الله ان يبارك فيكم في حلالكم ومالكم وعيالكم وذريتكم الصالحة يا رب العالمين، وجزاكم الله ألف خير. كما ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تصدق ولو بشقة تمرة. بادر السهم 150 ريال وما نقص مال صدقة. الله لي ولكم التوفيق والعمل الذي لا ينقص. وقت الصدقة الجارية بالبلد الحرام تبر البنك الراجحي. كما ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تصدقوا ولو بشقة تمرة. وفي حديث آخر يقول، ما نقص مال صدق. فيا باقي الخير أقبل، وعسى فان وفاكم التوفيق والعلم الطيب اللي يسر ولا يضر يا رب العالمين. تعليقك يا سيف. تعليقي أول شيء، الله يبيض وجهكم جميع، والله يبيض وجه قروب الدعم على المنتاج الجميل اللي ما يستغرب منهم، وعلى كل من شاركني من زملائي ومن الجمهور اللي يعني ما أدري صراحة وش أقول ويخونني التعبير. أسأل الله لي العظيم لي ولكم التوفيق والحظ الطيب يا رب العالمين اللي يسر ولا يضر، وجزاكم الله خير. تستاهل سيف. تستاهلكم. وشكرا لفريق دعم سيف حقيقة على هالمقاطع الجميلة، يمكن تعبناهم معنا وعدلوا كثير، لكن بيض الله وجيهم هذه النتيجة، ما قصروا بيض الله وجيهم. طيب عطونا ملخص سفارة حبيبنا عامر. يا عيشة ضمير الحي وما جدر